بصوت واحد ردد أهالي الزبدان مسلمين ومسيحيين في حديث أعلامي أن اليوم سيكون أفضل من البارحة مع إعادة افتتاح كنيسة رقاد السيدة العذراء بعد تعرضها لأعمال التخريب، حيث لم ولن تستطع الغمامة السوداء على زرع بذور الفتنة، وإعادة افتتاح الكنيسة خير دليل على المحبة التي تجمع أهالي الزبدان. كلياتنا موجودين وكلياتنا جايين بفتح الكنيسة. وصل رسالة ليسوع المسيح. اليوم أحلى فرحة، فتح كنيستنا فرحنا، وروسيا بخيرها غمرتنا، والرب يطول عمرها. نطلب من يسوع اللي هلأ جمعنا كلنا بكنيستنا. نحن كتير مبسوطين، والحمد لله عادت هالكنيسة والمناسبات الحلوة. أحلى فرحة، ويخلينا إياكم ويخلينا اللي ساهم بالكنيسة وعمرها ورجعت الفرحة مثل الأول والمناسبات الحلوة. الزيارة أكثر من رائعة، وأكثر من أنه نلاقي حروف بالأبجدية توصف هيك حدث عظيم. فعلا بتضيع كل الأبجديات وبتعجز عن تلاقي كلمات توصف هاي الفرحة العظيمة. نشكر الله، نشكر جميع المساهمين، وفرحة كبيرة كتير لأهل الزبداني رجعوا على بلدهم وعلى كنيستهم. هاي أهم شيء. يي لكن الحمد لله، الحمد لله، 100,000 الحمد لله يلي رجعت الكنيسة وشفناها. يها والحمد لله، يلا يها وزالت الهموم إن شاء الله، إيها والميمين جاريها، إيها والنصر من عند الله. ولا ليش